السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة برفيوم سبيس. معكم الأخ عبد المجيد. اليوم حضرنا لكم عينة من عطر معروف في الساحة العطرية، اللي هو عطر نيشاني هاسيفيت. هذا العطر اللي يعجبني كتير لما خرج للسوق في تركيز الإكستري دو بيرفيوم، ارتأيت إلا أن أجربه. للعلم يعني الذي لم تتسنى له الفرصة لتجريب هذا العطر، العطر هذا يعني يشبه كثيرا الخط العطري لعطر كريد أفنتوس. عطر كريد أفنتوس عطر غني عن التعريف، الكل بيعرفه، الكل يعرف النوتات متاعه، ومثل ما حكيت عنه سابقا في كثير من البدائل الموجودة في السوق، من بينها عطر أرماف كلوب دنوي أنتنس، أيضا مانسيرا سيدرات بوازي، أيضا نيشان هاسيفيت اللي راح نحكي عليه اليوم، وهناك كثير يعني من العطور. عطر اليوم عطر نيشان هاسيفيت الذي أنتج في سنة 2017، لاقى كثير من الاستحسان في الساحة العطرية، لأنه أتى برائحة يعني رائحة كانت جديدة نوعا ما. اللي شفنا هذا الرائحة تطورت من سنة 2009، يعني كثير من العطور جاءت بنفس يعني إذا حبينا نقول بنفس الفكرة، اللي هي أنها في بداية العطر تشم نوتات فريش، بعدين يتدرج معك العطر. شفناها كثير في مثلا في عطر يعني بلو دو شانيل، عطر ديور سوفاج، شفنا هذه الفكرة هذه يعني. العينة اللي حضرتها لكم اليوم راح نراجع معكم يعني الرائحة. يفتتح العطر بالأناناس والجريب فروت والبرغموت. لما يبرد العطر يتدرج معنا إلى السيتار والياسمين والباتشولي. النوتات الأساسية اللي موجودة في قاعدة العطر تتكون من طحلب السنديان والنوتات الخشبية. العطر لما ترش مباشرة راح تحس بنوتة الأناناس واضحة فيه جدا. نوتة الأناناس مرفوقة بنوتة الجريب فروت والبرغموت، مع يعني واضحة فيه جدا ومعطية له بعض من اللمسة الخفيفة، يعني ما تخليك تحس بقوة الحمضيات، يعني لمسة خفيفة منعشة راح تريحك. وهذه النقطة الفريش ما تدوم طويلا، يعني تدوم مدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة راح تظل تشم رائحة الأناناس، ثم تصعد الأخشاب إلى السطح. الأخشاب واضحة في هذا العطر، أنا حببتها كتير، معطية العطر فخامة، يعني راح تحس بجودة الأخشاب، أخشاب الأرز، وكذلك راح تحس بنقطة الباتشولي واضحة فيه أيضا. وكما قلت النقطة الخشبية معطية العطر فخامة وطحلب السنديان، يعني النقطة هذه نشوفها بأنه كاين ناس كتير يقول لك ممكن العطر هذا يكون يونيسكس. هو صح، ممكن يكون يونيسكس، يعني ممكن يستعمل من طرف الجسم الجنس الآخر، ولكن نظن أن النقطة الخشبية الموجودة فيه تخليه أنه يكون عطر ذكوري أكثر منه أنثوي. إذا العطر هذا يعني لاقى استحسان كبير، ومن ناحية الجودة الممتازة والموجودة فيه أنا ننصح به كتير، يعني اللي يحب يقتني الخط العطري المعروف لكريت أفنتوس، العطر الفاكهية والمنعشة. الفرق هنا بينه وبين كريت أفنتوس أنه هذا في الافتتاح تحسوا باودرين نوعا ما،
ولكن كريد أفنتوس راح صح تحس بالنقطة الأناناس المدخنة. من ناحية الثبات، العطر هذا ثابت جدا، يعني جربته ثابت جدا جدا. بالنسبة للفواحان راح يعطيك يعني ساعة ونصف إلى ساعتين فواحان، يعني أنا نشوف فيه أنه أداء ممتاز. الحاجة اللي تعيب هذا العطر هو سعره المرتفع نوعا ما، يعني لما نقارن الكواليتي بسعر نجد أنه سعر باهظ. صح هو الكواليتي أو نقاء العطر ممتاز، ولكن الثمن باهظ نوعا ما. بالنسبة لارتداء العطر، يعني عطر أنا نشوفه أنه يقدر يكون طوال فترة السنة، يعني جميع الفصول، إلا أنه يستحسن في فصل الصيف أنك تعمل إلا رشتان، لا تزيد فوق الرشتان. يمكن استعماله في فصل الشتاء، ولكن ليس في أيام الشتاء الباردة جدا جدا. وهذه نقطة قوة العطر هذا، يعني في الاستعمال. والفئة العمرية اللي ممكن تستعمل العطر هذا أنا أنصح به فوق 20 سنة، يعني عطر شبابي رجولي جميع الأعمار، فوق 20 سنة ممكن تستعمله، وفوق 18 سنة فما فوق، يعني يمكن استعماله في جميع يعني جميع المناسبات. وأيضا بالنسبة للناس اللي عندها مداومات يعني في المكتب إلى ذلك، يصلح أنه يكون عطر مكتبي. هذه نقطة قوة تحسب لهذا العطر، وهو تعدد الاستعمال. إذن في الأخير ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا على المشاهدة، وإذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى الجديد اللي هو مراجعة العينات، يعني قولوا لي في التعليقات إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى. راح نعمل سلسلة إن شاء الله، يعني نراجع بعض من العينات المشهورة في السوق مراجعة شاملة. وأيضا إذا عندكم أي استفسار حول العطر من ناحية الأداء أو البدائل أو أي شيء من هذا القبيل، علموني في التعليقات. أيضا لا تنسونا من خالص الدعاء، يعني ادعونا لكي يوفقنا الله، إن شاء الله راح يكون دائما الجديد. وأيضا اشتركوا في القناة، دعمكم يهمنا. وشكرا جزيلا، نلتقي في قادم الأيام إن شاء الله.